نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. وهناك يا شيخ رجل حفظ الانجيل يدعو النصارى بل ويناظرهم من خلال كتبهم، هل هذا جائز له؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإما أن تصدق بباطل وإما أن تكذب بحق. الظاهر أن زيادة فإما أن تصدق بباطل أو تكذب بحق فيها يعني ليست في صحيح البخاري. وماذا؟ وابن عباس يقول إن كتابكم أحدث عهدا بربه، فهل رأيتم أحدا من أهل الكتاب يسألكم؟ فالقصد أنه ما وفق للطريق السوي. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم نعم، يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتاه كفار قريش يقرأ عليهم قرآنا، حتى أن جبير بن مطعم نعم قدم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة المغرب يقرأ سورة والطور، حتى بلغ قوله تعالى نعم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير وكان آنذاك لم يسلم فكاد قلبي أن يطير، وفي رواية فوقع الإيمان في قلبي. فأنصحكم أن تدعوا الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.